هذه البحيرات في المكسيك كانت يوماً تضج بالحياة، أما اليوم فلم يتبقى منها إلا القوارب المصفوفة على جوانبها، فالجفاف ضرب البحيرات وأزال منها كل معالم حياة وغير ملامحها تاركاً إياها دون مياه. هذا الجفاف تسبب بأزمة خاصة لصيادي السمك الذين كانوا يعتمدون على البحيرات كمصدر أساسي لرزقهم منذ أعوام، وفقدوا أشغالهم بسبب جفاف البحيرات ونفوق الأسماك فيها. المكسيك كالعديد من الدول حول العالم تعاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التغير المناخي، بعض الدول تأثرت به عبر حرائق الغابات، فيما دول أخرى كالمكسيك دفعت الضريبة بجفاف المياه فيها.